بنصبح على حضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر زار النادي الاهلي واجتمع بالجهاز الفني بقياده ريكاردو سواريش، وده كان في حضور عامر حسين عضو اتحاد الكره وسيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي، وكمان رحب النادي الاهلي بزياره فيتوريا. وقام جهاز المنتخب بجوله تفقديه لملعب تدريب النادي وتناقش مع فيتوريا مع سواريش او تناقش فيتوريا مع سواريش عن بعض الامور الفنيه في النادي الاهلي والدوري المصري ومستوى بعض اللعيبه. كشفت مجله فرانس فوتبول الفرنسيه عن قائمه المرشحين للمنافسه على جائزه الكره الذهبيه بالون دور ده لعام 2022، واللي ضمت 30 لاعبا، وتصدرهم النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الانجليزي. وشهدت قائمه المرشحين غياب النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب الرقم القياسي في التتويج بالجائزه، وده للمره الاولى منذ 16 عام. كما غاب زميله النجم البرازيلي نيمار دي سيلفا. وكمان من المنتظر أن يتم الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2022 خلال الحفل اللي هيقام يوم 17 أكتوبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس. وتصدر النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي القائمة الأولى لخمسة مرشحين لحصد جائزة الكرة الذهبية 2022. وكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوفا عن القائمة النهائية للمدربين المرشحين لجائزة أفضل مدرب في أوروبا 2022، ونشرت الصفحة الرسمية لدوري أبطال أوروبا على تويتر المدربين المرشحين، وهم بيب جوارديولا وده المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، وكارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، ويورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول. في افتتاحية الدوري الإسباني موسم الجديد، فريق إشبيلية خسر من فريق أوساسونا بنتيجة 2-1 في المواجهة اللي اتلعبت بينهم امبارح على ملعب السادارا. فريق نانت الفرنسي المحترف في صفوف المهاجم المصري مصطفى محمد اتعادل بنتيجة 1-1 في مباراة اللي جمعتهم في افتتاح منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي. وشارك النجم المصري مصطفى محمد مع نانت في التشكيل الأساسي لفريقه ضد ليل، لكن ده قبل ما يتم استبداله في الدقيقة 79 من اللقاء، ودخل بدل منه اللاعب إيفان جيساند. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، هنرجع مرة تانية لأحمد ومنى عشان نكمل معاكم فقرات صباح خير يا مصر. شكرا ليكي دينا.